نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال من أخونا منتصر. نعم، هو يقول أنه ذهب لخطبة امرأة، يقول هو أنه يعلم أنها موافقة وأهلها موافقون عليه، لكن حينما جلس في المجلس طبعا ومعه أهله قال بالصيغة الفلانية: أنا فلان بفلان جئتك خاطبا ابنتك على سنة الله ورسوله. هو يقول أنها أن حقيقة أن الإجاب تقدم على القبول، أو عفوا القبول تقدم على الإجاب، بمعنى أنه عارف أصلا أنهم قد وافقوا على الزواج، وهو الآن قد طلب يد ابنتهم والشهود موجودين. هل هذا كافي في أن يكون يعني عقد نكاح، أم لا بد أن يتلفظ الأب بلفظ القبول؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الصيغة التي ذكرت ليست عقدا للنكاح، إنما هذه إبداء رغبة في الزواج من الفتاة، وليس ذلك عقدا، لأن العقد لا بد فيه من لفظ، وذلك اللفظ يكون من الأب أو الولي، وقبول من الطرف الآخر وهو الزوج أو من ينيبه، بأن يقول الولي: زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك، أو أي كلمة يفهم منها المقصود من العقد وهو النكاح، ويرد عليه الطرف الآخر اللي هو الزوج أو وليه بالقبول، فيقول: قبلت، أشهد على هذا الشهود، لهذا يتم العقد. أما إذا قال: والله أنا ودي أناسبكم، أو ودي أتزوج منكم، أو ودي أتزوج ابنتك، أو أنا خاطب أو تقدم بالخطبة، كل هذا إبداء رغبة في الزواج، وليس هذا عقدا. وكونهم حاضرين من سيشهد، هذا ليس عقدا حتى يقال إنه قد شهد عليه، إنما هم يشهدون على أنه أبدى الرغبة في نكاحه. وكونهم يكون يعرف أنهم سيوافقون أو أنهم موافقين أو أنهم موافقون على الزواج، هذا لا يعني أن ذلك يلغي ما يجب أن يستحضر في إبرام العقد. نعم، جزاك الله خير.